قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فانطلقا حتى فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فانطلقا حتى فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري. وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال هذا فراق بيني وبينك.
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري. وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فانطلقا حتى إذا أتيا
فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم